أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين ما جاء في الأثر أن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته مثل الذر وأقام عليهم الحجة، وبين أن أهل الفترة لم تقم عليهم الحجة بعد؟ نعم، حديث يقول: ما هو الجمع بين ما جاء في الأثر أن الله مسح على ظهر آدم عليه السلام وأخرج ذريته مثل الذر وأقام عليهم الحجة، وبين ما أدري أقام عليهم الحجة قبل أن يخلقوا وقبل، ما أدري، هذا يحتاج إلى تأمل. وأنا خبر لي في شرح الطحاوية كلام حول هذا، كلام طويل. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، الكلام موجود هناك، يحتاج إلى مراجعة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.